أرقام إيجابية يحققها القطاع السياحي التركي بالرغم من الأزمة الاقتصادية في البلاد. فما هي الأسباب والدوافع؟ وهل يمكن أن تشكل نموذجاً للبنان؟ هيدا تركيا وأرقامها اللافتة سياحياً. آخر رقم فينا نرصده ارتفاع عدد الوافدين الأجانب بشباط الماضي 23% بالمقارنة مع شباط من السنة الماضية، وهيدا بعد ما كانت أصلاً حققت بال2023 أفضل أداء بتاريخها مع تجاوز عدد الزوار 57 مليون وتجاوز المدخول من السياحة 54 مليار دولار، مداخيل بتتوقع الحكومة التركية توصل بالعام 2028 للمئة مليار دولار مع 82 مليون زائر. هالمسار القوي للسياحة التركية عم يتحقق بالرغم من كل التطورات الجيوسياسية السلبية حولها والهزات والزلازل يلي طالتها والأحداث الأمنية بالسنوات السابقة. شو السبب؟ ما في شك إنه الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة التركية ساهمت بهالواقع لسببين. الأول، جاذبية تركيا بالنسبة للسواح الأجانب كمكان أرخص من الدول الأوروبية وكتير من الدول المجاورة. تاني، اتكال أنقرة بشكل كبير على السياحة لجذب العملة الصعبة يلي هي بحاجة إلى بظل انخفاض احتياطاتها من العملات الأجنبية. ولتحقيق هالهدف لجأت الحكومة التركية إلى وكالات تطوير سياحية للترويج للبلد كوجهة سياحية بالأسواق المحلية والدولية، وعم تسعى لتوسيع الأسواق الحالية لتفتح على أسواق جديدة مثل جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية. إضافة إلى ما سبق، عم بتشجع السلطات الاستثمار بهالقطاع من خلال تقديم حوافز كتخفيض أسعار الخدمات العامة والضرائب لتشجيع النمو بالقطاع وخلق فرص عمل جديدة. خطوة إضافية عم بتساهم بتعزيز قطاع السياحة التركية هي الاستثمار بالبنى التحتية يلي بتدعم هالقطاع. نحو 80 مليار دولار مثلاً انصرفوا لتحسين الطرقات والمواصلات بآخر 6 سنوات، عدا عن تطوير المطارات والمرافق وسكك الترانات والاتصالات والطبابة وغيرها، فضلاً عن تعزيز الأنشطة الثقافية والدراما. هيك عم تستفيد تركيا من أزمتها لتحقيق أرقام إيجابية بالسياحة ومساندة اقتصادها. فشو بخصوص لبنان؟ يلي بعده لهلأ صفر استثمارات بالبنى التحتية من كهرباء وطرقات ونقل وغيرهم، وصفر تحفيزات للاستثمارات، وصفر إصلاحات وثقة